أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة ومتسابقين جدد ولجنة حكم صارمة حكيمة لا تعطي أي درجة من وراء العبث، لا بالعكس هم بيحكموا بشكل صحيح جدا، بيحتاروا في بعض الأوقات مثل ما احتاروا بعض الشيء قليلا لاستيائهم من أطباق. أمس كانت معانا المتسابقة في أكلة السليق أم ريمة وكان معانا أم خالد. قبل ما ننوه عن اسم المتسابقة الفائزة خليني أكيد أرحب في لجنة الحكم. هلا وسهلا فيكم شيف عبد الصمد هوساوي، شيف علي العلي، الأستاذة نسيمة الطويهر خبيرة ومتخصصة في مجال الإتكيت. هلا وسهلا فيكم. قلت في بداية الحلقة أنه كان في استياء من الشيف عبد الصمد وايضا من الشيف علي في طبق السليق امس. الاطباق اللي نختارها لهم يعني سهله، وبالذات كطبق سعوديه نحب نقول لهم انه هذا الطبق انت تمرستي فيه مره ومرتين وثلاث، لكن احنا نبغى نعطيهم رساله انه المسابقين انه هذا طبق سعودي ومطبخ سعودي. هذا اللي احنا يعني لما نكون نعلق على استيلاءنا انه نبغى الصح يعني، ومثل ما تفضل اخوي عبد الصمد انه الاطباق هذه اللي نختارها لهم سهله يعني متمكنين منها متمرسين منها، لكن لما تيجي هنا تشوفها ترتبك تشوفها تقدم الصحن مو نفس الصحن اللي تسويه في البيت. كيف كان الطعم لما تذوقته بعد الفطور بالنسبه لام ريمة وام خالد؟ متغربين لحد ما، بس اكثر شيء كان ام خالد حاطه السمن على السليق. عطى الطعم شوي. ايوه، لكن مو السليق اللي احنا متعودين عليه كسليق، لما نروح الطائف ناكل السليق ولا نروح على المدينه ناكل السليق، ولا اهل المكه زي ما قال اخوي عبد الصمد يحطوا فيه الكشنة اللي هي المستكة والهيل، ما في طعم البهارات اللي تحسي انه هو هذا يحيلك انه سليق متخصص فيه متمرس فيه. هذا اللي انا عندي صراحة تغلي عنه. الدرجات الاعلى ام خالد شيف. اول شيء سامحونا للمشاهدين على طبق السليق حق امس، انا ما قدرت افطر على السليق، يمكن دواقتي جدا بسيطة، وقلت انا لو ما حط ملح كنا كمل عليه شويه مويه خاصه ام ريم، واضفنا عليه حليب وسرع الرز بالحليب. الطبقين كانت بعيده عن السليق. ما في نكهه، ما في شيء. اذا حندوق يعني انا احط مويه ورز واحط حليب يعني ايش؟ واحط شويه ملح، ما يعني ما في نكهه. بالنسبه لي ام ريم طبق ام ريم صراحه انا ما اقدر احط اي درجات لانه حتكون دون الخمسه يعني ما حقدر احط اي درجات. بالنسبه لام خالد يعني اسعفها الزبده اللي حطتها في الاخير يعني الزبده والصوص اللي عملته الدقس نوعا ما يعني او حالا لان نقدر ناكل، فانا اقول اقدر اديها مثلا 8. نسيم. والله زي ما قال الاخوان انا ريما كان ملخبط بالمره يعني، اما ام خالد يعني يوحي السليق وفيه بعض الحركات بالاضافه للصلصه الموجوده فيه، يعني كان تقديمها يعني بالنسبه لام ريما افضل. فأم خالد خذت 9 وأم ريمة خذت من عندي 8. يعني الدرجات الأرجح والأكثر كان من الأمس أصلاً قبل ما تذوقوا كانت الدرجات الأكثر لأم خالد، برضو بعد الذوق كانت برضو لأم خالد. يعني أكيد نبارك لأم خالد، ربحت معنا 4000 ريال، وأيضاً أم ريمة كالعادة يعني إحنا دائماً المتسابق الخاسر أبداً مو طالع من عندنا خاسر، بالعكس بيربح مبلغ نقدي بقيمة 1000 ريال. نبارك لأم ريمة وأم خالد أيضا. أعزائي المشاهدين قبل ما نبدأ بطبق اليوم راح يكون معنا الشيف علي، خلينا نشوف إيش طبقنا ومن أي بلد، لكن بعد الفاصل ابقوا معنا. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين بعد الفاصل وصار الشيف علي جاهز لتقديم طبق اليوم، خلينا نشوف طبقنا من أي بلد وكمان يعني إيش المكونات والطريقة والمقادير. هلا وسهلا فيك شيف علي مرة ثانية. حياك الله وحيي الإخوان المشاهدين. طبقنا اليوم راح يكون من جمهورية مصر العربية الشقيقة، واخترناكم طبق اللي هو أكثر من رائع يعني انتشارا صحيح. والحلو في الطبق هذا انه الميزه انه الصغير الكبير يحب الطبق هذا اللي هو طبق الكشري. والطبق الكشري من الاطباق اللي هي تختص فيها دوله مصر، وفي منافسه بعد كمان في الكشري المصري لما تاكليه في اسكندريه غير تاكليه في المكان يختلف من منطقه الى اخرى. مكوناتنا راح تكون عدس اخضر، وراح تكون حمص، وراح يكون بصل للتزيين، وعندي المكرونه مسلوقه هنا جاهزه نوعين مكرونه، وعندي الرز المصري اللي جهزت انا
وسويت الطريقه مع الشعريه مره واحده. وراح ابتدي اول شيء انا طبقنا اللي اليوم راح ابتدي بالصلصه الكشري. من مهم الكشري انه يتقدم معاه الصلصه اكيد. يعني راح اضيف اول شيء هنا زيت زيتون مع الثوم سن الثوم مع زيت الزيتون. ايوه فصين ثوم مثلا. فصين ثوم يكفي مع زيت زيتون. بعدين راح انزل عليه معجون طماطم معلقه كبيره ونص تكفي. وراح استخدم مع الصوص هذا شويه خل ملعقه تقريبا من الخل تقريبا ملعقه. وراح استخدم طماطم مفرومه ومعها شويه فلفل حار من الجاف الجاف. وممكن هنا صلصه الكشري كذا راح اضيف عليها سنه ملح. ايوه. وراح اضيف عليها شويه كمون. هذه خلينا نقول البهارات اللي خاصه في صلصه الكشري. صلصه الكشري هنا كذا الصوص قاعده تغلي. راح الحين نبتدي ندخل على الكشري. عندي هنا نوعين مكرونه ممكن استخدم نوعين ممكن استخدم ثلاثه. سلقت المكرونه راح ابتدي اخلط الحين الكشري. ايوه هنا الكشري جاهز. هذه المكرونه مسلوقه. مسلوقه تكون اختياريه الشكل المكرونه نفسه. ممكن تختار يفضل تكون حجمها صغير عشان تتناسق مع العدس مع الكشري. هنا راح اضيف ملعقه من العدس الاخضر سالقينه قبلها طبعا. أيوة. وراح اضيف رز مع شويه شعريه كذا. احنا حاطين القدر على الناشف ولا بس؟ لا لا بس المشاهدين انه جاهز هو الطبق هذا. جميل. هنا راح اضيف شويه كمون. كمون اثناء ما اخلط الكشري. وراح اضيف سنه ملح. ابتدي اخلط الحين الكشري المكرونه. ايوه العدس مع الرز. مع العدس مع الرز واشوف الكميه اللي انا ابغاها. يعني ما اخليهم حطينا زيت حطينا شيء شيف ولا لا؟ هنا في الكشري ما في لا زيت ولا شيء. اثناء السلق لما تسلق المكرونه ممكن تحط شويه زيت زيتون وشويه ملح. لكن الحين اثناء ما انا اخلط الكشري كذا ما حطينا اي اضافات. ما حطينا اي اضافات. لما اجي انا اطبخ الرز لوحده واخلي الشعريه لوحده فانا اختصر عليكم. لما تجي تسوي كشري ممكن تستفيدي من انك تسوي رز بشعريه والرز بشعريه خلاص راح يدخل في الكشري. هذه بس حبيت انا انوه عنها. وكذا المكرونه دخلت مع بعضها والشعريه والكمون والعدس والكمون كل المكونات اللي ايوه. ابتدي الحين راح اسكب الكشري. نقدم الكشري. الكشري خلاص هنا طبعا احنا هنا قلينا البصل. أيوة. قبل الحلقه هو له سر في قلي البصل الكشري دائما. ممكن يعني قبل اول شيء زي ما يعطينا الكريسبي. ايوه ممكن تضيفي شويه دقيق على البصل وتخلطيه قبل ما تقليه. تخلي الزيت حامي كمان معه. والمهم انه الزيت لما يكون حامي ما يشرب البصل الزيت. جميل. كذا الكشري الحين شوفه جاهز صار جاهز. ابتدي الحين اسكب الكشري. هو الكشري من الاطباق السريعه اذا جهزنا المقادير من قبل. ممكن يا دوب بس بنطبق الطبق بس. ممكن ايوه. وفي معلومه بس حبيت اقولها ان الكشري زي ما تفضلتي انت لما اجي انا اسلق مكرونه بسوي طبق مكرونه ويكون عندي زايد مكرونه صح. ممكن احتفظ فيه عشان اسوي طبق الكشري ما عندي مشكله. وهنا الكشري جاهز. راح اضيف الحين الحمص اللي هو مسلوق وجاهز والعدس اللي خليته على وجه على وجه العدس. خليت شويه هنا عشان نحطها على الوجه مع أيوه. الحمص. هنا الحمص راح اضيفه مسلوق جاهز. وكذا طبقنا يكون جاهز. ايوه. وهنا الحمص والعدس زين فيه. هو متكامل في سعرات حراريه في نشويات في كل شيء. انا افضل يعني في بقوليات. انا افضل انه لو على مو بس في رمضان لو في الاسبوع مره واحده ممكن الانسان يستغني عن يبتعد عن اللحوم
يتجه يعطي اجازه للمعده شوي. ايوه هنا البصل المقلي انا راح اضيفه الحين. يا سلام يا شيف. وكذا طبق الكشري جاهز. بس مهم انه الكشري مثل ما تفضلنا الكشري ما راح لو تقدمي الكشري كذا بدون الصلصه ما راح يفيد، ما راح ينوكل، ما راح ينوكل. هنا راح انا اضيف الصلصه، هنا عندي جاهزه الصلصه اللي هي عباره عن ثوم وخل ومعجون طماطم، وفي كمان في عندي صوص ثانيه اللي هي عباره عن الخل الدقه اللي هي عباره عن خل ايوه شويه كمون كذا كمون شويه رشه ملح بس ممكن نعطيه عصره ليمون ممكن عصره ليمون. صحيح. هذا طبقنا لليوم وان شاء الله انه يكون يعجبكم واتمنى انكم تجربوه انه سهل ومفيد. صحيح. فعليا في قيم غذائيه رائعه. يعطيك الف عافيه شيف يعني على طبق الكشري، مكونات جميله، ودام انه احنا جهزنا مكونات فعليا بتكون عمليه تطبيق طبق سهل. الكشري سهله جدا. يعطيك أيوه. العافيه وبالعافيه ان شاء الله وكل عام وانتم بخير. يعطيك العافيه. اعزائي المشاهدين راح تبدا بعد قليل فقره الحماس والمسابقه والمنافسه بعد الفاصل. رجعنا لكم أعزائنا المشاهدين ووصلنا إلى فقرة المنافسة المسابقة الجوائز. خلينا نشوف إيش الطبق اللي راح يكون معنا اليوم، ومعنا المتسابقات أم محمد وأم سعد. أكيد أرحب فيهم وأقول لهم كل عام وأنتم بخير. خليني أشوف لجنة الحكم إيش الطبق اللي مجهزينه لأم محمد وأم سعد. شيف علي شيف عبد الصمد إيش الطبق اللي جهزتوه كم المدة؟ أهلا وسهلا فيكم بالسادة المشاهدين. طبعا إحنا يمكن اليوم نختتم مثلث الأول الزاوية الثالثة من المثلث المطبخ النجدي اللي هي طبق مرقوق عفوا المطازيز. طبعا لما قلت المثلث هي في ثلاث أطباق رئيسية متشابهة في الطبخ لكن مختلفة في الأسماء. القرصان والمرقوق صحيح والمطازيز كلها عجين وخضروات ولحمة وصلصة ولونها واحد. كلها سوينا الاثنين مرقوق سوينا القرصان واليوم نحن حنساوي مسابقة المطازيز. ايه هو السر وايش الفرق واللي يفرق بين المطازيز والقرصان والجريش او والمرقوق؟ اترك للساده المشاهدين، وانا بكره ان شاء الله لو ما عرفوا الجواب انا حاجاوبهم ان شاء الله عليه بكره. اليوم اذا مسابقتنا حتكون عن طبق المطازيز. طبق جدا لذيذ وسهل وبسيط ما ياخذ وقت طويل. طبعا ممكن يعني نسال المشاركين بس هل مستعدين وجاهزين؟ ام محمد وام سعد. ام سعد وام محمد جاهزين؟ جاهزين مستعدين؟ أموركم تمام؟ طيب نعطيهم من الوقت 25 دقيقة وأعتقد وقت كافي ووافي إن يقدموا طبق المطازيز بالطريقة التقليدية. التقليدية يعني لي يومين ما فطرت قد أفطر على لبن وتمر فبفطر يعني دسم يومين ما في دسم يعني أبغى يوم دسم. أيوة فأتمنى إن شاء الله أنكم تقدموا طبق مطازيز كده بكرة أقول لكم واو الاثنين كلكم يعني ناجحين إن شاء الله. جميل. فـ 25 دقيقة ابدا عد وجهز التوقيت. جميل وقت خلاص جاهزين ام نبدأ. محمد ام محمد ام سعد جاهزين تفضلوا 25 دقيقة وقتكم يبتدي الان ابتدوا تفضلوا. ام محمد معاكم طبق المطازيز خلينا نشوف. بدأت ام محمد بتقطيع الخضار. جميل يلا يا ام محمد يلا ما شاء الله تبارك الله محمد الله 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 شفت هذه ادوات المطبخ يسموها من ادوات المطبخ في معدات وتجهيزات ادوات المطبخ. ام محمد سم من عندي انا اعطيكي 5 درجات من الان على انها جاءت والله على هذه الشغله. يا سلام 5 درجات من عندي الان من عندي 5 درجات. يا سلام استخدمتي من ادوات المطبخ ويستخدم الطباخ او الشيف انه يستخدم ادوات ومعدات هذه يدل انه في يعني وانه يكون حريص انه يكون معاه. من الان اعطيك 5 درجات على الطبق هذا على يعني على الاله هذه. طبعا اله قديمه اله طحن الطماطم واحلى دقوس تسويه يعني بهذه الماكينه. اي نعم طبعا تطحن بس تطحن لك يعني ما تعدل لك الطماطم ما تخليها مهروسه ايوه اي مخشنه كذا يعني تبان طعمه الطماطم ما تروح كلها تصير مويه وكذا. في نفس الوقت بقدونس وفلفل وثوم يلا الاله دي يمكن يعرفها
يكون من زمن الطيبين زي لا لا مو كذا يعني يا شيف قاعد تكبرنا. جميله جدا طبعا هي، بعدين فكتها انا خلاص انت ذكرتيني باشياء يعني حقعد اشتغل عليها الله وفلقت هي. بس شيء مليان لاني ما قدرت اشتري كهرب. ما حد يشتري كله مع الكهرب الحين كله بس حطه مع الكهرب. انا بديت استخدم كهرب بس قلت هنا صعبه. صح والله انك كويس ان جبت هذا. خافت ما تحصل فيه. شفت كيف يا شيف ترتيب ترتيب. هذا احطها مع الطبق. اسمحوا لي يعني اللجنه اسمحوا لي يعني لازم احطها مع الطبق هذا. طيب جميل بدات شوفي هذا انا مصلحته بالبيت باسرع اصلحه بالآلة حقي. طيب جميل جدا. عندي آلة المطازيز. هذا المطازيز قطع البر. اي بر حق القصيم بعد. نعم. هو بر عادي. تمام قلت ابي اسرع. تمام من هذا. وانا انت حطيتيها على النار اخذت لها بس تشويه. اي لا عندي آلة حارة على الكهرباء. اي تمام. اي على الكهرباء زي الصاج تنشفه. اي الفكره من التنشيف انها تحتفظ فتره اطول. صح لا أي. انك تقدر تخزنها الى مده يعني اسبوعين ثلاثة اسابيع شهر. صحيح. وهي تنحفظ بالطريقه هذه. خلينا نشوف. جميل حنحطها فوق برضو كمان يعني هذه اعتبرها هديه هذه. لا لا مساعد معانا. حطت الزيت حطت الطماطم وحطت البهارات الحين. حطت الملح. يا سلام بدأت تكسر. ايش ناقصك؟ لا ما ناقص شيء كلش موجود. حلو. هنا معانا برضو نفس المطازيز مصلح من قبل. هذه مصلحة من قبل بس برضو جبتينا العجينة ووريتينا هي يعني النقطة المهمة اللي تتكلم عنها دائما شيف عبد الصمد اللي هو التجهيز المسبق من الأمور المهمة. وأنا شايف صراحة المتسابقات اليوم معانا كانوا حريصين على هالنقطة. قدمت كل مرة إنه كل أيوة كان في أنا شايفه ما شاء الله في تجهيز مسبق جميل. يعني قبل فترة قبل أول حلقة كانت يعني يمكن الناس ما عرفت إيش البرنامج وحتى المشاركات لكن الآن يعني بعد كم حلقة وبعد كم يوم من رمضان الآن يعني أصبح كل شيء واضح. صحيح. يعني فبتتابعونا وتجي تشاركوا وأنتوا عارفين إيش الموضوع يعني. حطت الان بهارات واللحمه. تقول لي استخدمت لحمه الحاشي. ما شاء الله لحمه الحاشي حطتها من قبل برضو يعني فجميل جدا. تجهيز البهارات جاهزه وال يعني يبغى لهم صراحه درجات على التجهيز. لا والله انه انا لا اليوم انا مبسوط. أيوة. انا مبسوط من تجهيزكم من هاي فلفل حطي بس كثيرين ترى لانه رمضان يعني عارفه. ايوه عشان ما نشرب مويه. أنا صراحة اليوم سعيد يعني كده مرتاح للطبق ومرتاح للشغل والأداء والأشياء يعني في أشياء أسعدتني كثير. يا سلام. يعني كفيني هذه بس يعني أخذها معك. تأخذها معك. أخذها معي. خلاص. أخذها عادي. الله يسعدك. ممكن تستخدمي الجاهزة دام إنه شفناها صح شف؟ أي نعم شفناها. لو حبيتي تستخدمي إذا حابة تستخدمي هذه زي ما تحبي. هي كلها تعتبر طازجة لأن هذه كلها عمل البيت يعني ما فيها مواد حامض. صحيح. كلها لا والله هي سوتها في البيت أم محمد. شوفها. وريها للكاميرا على اساس يشوفونها كيف سويتها بالبيت. صلحتيها يعني. تمام. يعني فكل اي يعني فريش كله طازج. على بال ما ننزل بالمطازيز في المرك حقتنا خليني اجيك شويه نسيم يعني دائما كل يوم حبينا نحن نتكلم عن معلومات نعطي شويه بعض النصائح الغذائيه بحيث انه رمضان بنخليه فرصه انه نحسن من اسلوبنا في الغذاء. صح عادتنا في الغذاء. التفاح من الاشياء الجميله اللي دائما خلينا صديق الرجيم صديق الصحه. صح. فايش رايك ايش تقولي لنا عن التفاح اذا كانوا اخضر او اي لون ثاني؟ طبعا التفاح زي ما نعرف التفاح كل ولا تزور الطبيب. صحيح. التفاح في اليوم تغنينا عن زياره الطبيب. الطبيب صح صح. ضيف الحديد غني بالحديد يعطي النشاط قوه لما تحسين انك حامل وفي تحمل. في كل التفاح تنشط تحس بالبروده يسهل الهضم صحيح. بالقشر طبعا مهم جدا فيه بعض الناس في ناس ياكلوا من غير قشر صحيح. فالقشر مهم ده وخاصة للأطفال. فلما يكون يطحن بالخلاط ويعطي الطفل وصغير يساعد على الهضم يسهل تلبكات المعدة يعني مهم له بهذا التفاح فيها العمر الأطفال الصغار من النقاط المهمة. بما أن احنا قاعدين نتكلم عن التفاح التفاح من الفواكه. الفواكه دائما لها اسلوب لازم انه احنا نتبعه في اكلها بشكل صحيح وبشكل يعني خلينا نقول سلوك راقي بحيث اذا كنا موجودين عند احد اذا كنا حتى افراد الاسره مستقله بحد ذاتها. ايش النصائح اللي تعطينا هي لاكل الفواكه بشكل مرتب خلينا
شوف الفواكه لها طريقة، كل فاكهة لها طريقة أكل معين. التفاح مثلا زي التفاح هذا لازم يدهي مثلا يتقشر التفاح، بس ما نقشر بطريقة ملتوية أو كذا، لا نفصصه وبعدين فصفص نبدأ نقشره. أيوه نقشره ونقطعه وناكله بال شو اسمه بالشوكة. جميل. حلو. وزي ما قلت لو نتكلم عن الفواكه الثانية زي مثلا البطيخ والشمام لازم يتاكل بالشوكة. بما أنه في موسم الآن. يتقطع بالمكعبات ويأكل بالشوكة. لو من أفضل الطرق. أيوة. لو قدم لنا بالقشر لا نضطر إحنا نحطه بالطبق ونقطعه وبعدين نأكله بالشوكة. لأنه في ناس بيكون محبب عنده إنه يأكل البطيخ بالقشر. بالقشر. إيه صح. صحيح. في الطريقة القديمة التقليدية. أيوة. صح في البيت كيف يعني أي. بس قدام. بس لازم يكون في اتكات وتكيت معين وأشياء يعني تدخلات معينة في الأكل. صحيح. خليني أسألك نسيم إيش رأيك كانطباع أول عن مسابقات معنا اليوم؟ والله عجبني الترتيب والتحضير زي ما قلنا لكم لازم تكون رابط الأسرة أو كذا، حتى لا ترتبك في البيت، حتى في البيت لازم تكون مرتبة أغراضها بجهة دائما ضيوف. بيكون في عجلة قبل الفطور. لا ولا هو مو عشان المسابقة بس. صح مو الفطور وبس، حتى لما يكون عندك ضيوف في البيت صح ترتبين كل شيء عشان تكونين أنت مرتاحة لما تستقبليهم. صحيح. ما تكون بين المطبخ وبين الضيوف بين هذه. إذا كل شيء مرتب حيكون الوقت أسهل بكثير وأستغليت. أسهل وجهدك. صحيح. مرتاحة أنت مرتاحة نفسيا. صحيح. كل شيء مجهز قبل بيوم قبل بخمس ساعات ست ساعات أنت متفضية بس لضيوفك أنك تستقبليهم. هذا طبعا من الأمور اللي اتكيت اللي فيها استقبال الضيوف. جميل جدا. يعني من النقاط اللي أثنيتوا عليها اليوم لجنة الحكم جميعا اللي هي التحضير المسبق. إحدى الأمور الجميلة والمهمة اللي كانوا حريصين عليها اليوم المسابقات معنا أم محمد وأم سعد. أنا نفس الشكل كده عندي 10 وأنا مغمض. والله. صراحة الشغل وأداء يعني. بس شيء واحد اختبر أخير وشيء واحد سلم أم محمد أم محمد وأقول لك أنا بديك 10. خلاص. تسوي لنا المطازيز الآن قدام الشاشة على الكاميرا. حلو. هذه العجينة. ما شاء الله جايب الصاج معاها. لا 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 لا. تعال يا محمد تعال. تحضير جميل. خلي الكاميرا خلي الكاميرا تصور أنت بتسوي المطازيز. هذا الصاج سوينا المطازيز. يلا. وأهم شيء ماكينة هذا حقة العصير خليها جنبي. وش الصاج؟ هذه. إيه أي. يسموه مقلاة. مقلاة. وراء اللي حطه فوقه. ما عندنا تقلب؟ عندكم شيء تقلبه؟ أشوف لك مطبخنا شيء نقلب فيه. إيه. يا سلام انا عندي كهرباء. يا سلام صح تمام معلش في عندك هنا هنا في يبان على الكاميرا. ايوه هذا اي البراص هذا لا اللي كله حلو ملقى. جميل بس يمكن ما ايه. ما حار ايوه حار ممكن تساعد شوي. كيف هذه تفي بالغرض؟ والله ان شاء الله نقول طيب. بس حطها في النص اودينا نحطها. ايوه جميل. يا سلام يا حلاوتك يا محمد يا حلاوتك. خلاص كده انت 10 انتهينا خلاص. هذا القرصان هذا المطازيز على اصولها من طبخها ومن 100 يعني. انا حاول افرد واحده كمان افرد تعلم المطازيز. ايوه ابو شويش كده على بال ما تعملوها. خليني اشوف افردها. ام سعد الى فين وصلت؟ نزلت عجينة المطازيز. جميل. وقاعدة تسوي كشنة الحين تجهز الكشنة. ها. تحطينها حلو. نزلتي فيها خليه سكري الجدر. بس الكشنة نحطها فوق. حلو. عليها بهارات. مع التقديم الذي قدمنا حطيناها فوق. يلا الله يعطيك العافية. خلاص وما يبغى له شيء هو يدوب انه. بس تستوي العجينة. يسبك وتستوي العجينة شوي. هذا صحن التقديم. هذا صحن التقديم. يا سلام. اللي حق أم سعد الخاص فيها المطازيز الأشياء التراثية. إيش هتحطي على الكشنة اللي هتحطيها على الوجه؟ بصل وإيش؟ حطيت عليها بصل وزبدة وحط شوي بهارات. حلو. بهارات خاصة فيها. بهاراتي حقة المطازيز. أيه. خاصة فيك. خاصة. لا اليوم إن شاء الله. أنا حاسة إنه اللجنة سعيدة. لا اليوم ما شاء الله يعني عوضونا عن الحلقات. جميل. هذا اللي نبغاه احنا يعني عشان تنشرب طيب. احنا صراحه مستمتعين في جانب بعيد عن الطبخ. يا سلام. هذه احنا هنفطر فيها بطريقه خاصه يعني حنسويها كذا شيء ولا يعني معينه. لا ما لازم تقول لي شكل لازم تشرب عشان ما نطلع عن طبق ال لازم اعرف. طلع شوية عسل وشوية هيل وشوية قرفة كده. يا سلام. مع القهوة. نديها. وين صحنك؟
اللي حتقدمي فيه. صحني موجود. هذا؟ اي. يا سلام. احنا نسينا الوقت اصلا. خلاص هو تقريبا يعني حتى اطباقنا شيف ابغى تعليق. هتحتاروا يا نسيم هتحتاري. والله من جد يعني احنا هنحتار. هتحتاري يا نسيم. هنحتار في الشيء كويس، انا ما ادري يعني لو قدرنا نوفر لهم نفس الطبق. اعطيني انا اشيلك هو. لا لا خليه ما مشكلة نحطها خلص. احنا نرتبها. ممكن تحطيها هنا؟ اوكي طيب. العملية دي هذه لها اسم؟ عملية العمل ال مغازيز؟ اي مغازيز بس ما لها اسم ثاني ها؟ هي كذا وتترك صح لان انه تنشف شوي. إيه. انا عندي حقة كهرب اصفطة ثنتين. اها هي ثنتين تجي. على ذاهم من تنشف من فوق من تحت. تمام. ما يحتاج انه تقلبيها ولا شيء؟ لا. حلو. الطبق ده حقدمه مع الطبق ذاك. ها؟ الطبق هذا حيروح مع ذاك الطبق. ممكن منديل طيب. انا كنت يعني ما شاء الله طلع عملت الاسس. ومن هنا اقول لك 10 من عندي يعني. 10 اولى ضمنتيها. من عندي انا 10. يا ام محمد. باقي لك الطعم بس اهم شيء. ايوه. انه بهاراتك هذه للمطحون اللي ما عرفتها. بهاراتك المطحون اللي ما عرفتها تكون يعني تسعفك ان شاء الله. ان شاء الله. قاعد اجهز الكشنه حقت المطازيز. حلو. وان شاء الله انها راح تكون في نفس الوقت انها تخلص. لا اليوم ان شاء الله. جميله طلعت. ان شاء الله اليوم حنفطر انا وعبد الصمد مطازيز ان شاء الله. شيء طيب. انه من الشغل مبين انه في يا سلام في ابداعات في ابداعات هذا اللي نبغاه احنا والمشاهدين عشان يستفيدوا كمان صحيح يعني في ابداعات في تجهيز مسبق ايوه احنا في الجانب اللي دائما نسيم تشير له انه انا حاسه انه انا حاكل فعلا اكله شعبيه ايوه بالطبق اختيار الطبق صحيح مهم كمان فعليا يعني لحظات تفصلنا لحظات بسيطه ممكن نقول انه تفصلنا عن تقديم الطبق طبق المطازيز اليوم اكله شعبيه جميله المطازيز والقرصان والجريش والمرقوق لا تقولي بس تعرفين احنا ما نبغى نقول للناس وطارح السؤال طارح السؤال يا محمد على المشاهدين اليوم. ها طارحين السؤال على المشاهدين اللي عندهم تحدي خاص تحدي بين المشاهدين يعني تحدي خاص يعني ما بين فرق انا هذا كذا اطبق هذا بيروح للمعالج ما انا شايفتكم جهزوا لك ايه كذا لان اصلا مستمتع يعني ابغى اوجه ابغى المشاهدين يعني يركزوا فيه جميل اصلح لك اجيب لك والله خليك ما تقصر والله يا سلام عليك عشان يتبخر الدخان لانه في انواع البذور طبعا هذا تكتم مكتوب فاحيانا في قدور تكون مكتوب احسن خليه يكتم عشان يستوي عشان يستوي بس نحن عشان يتشرب يتشرب بسرعه يعني عشان الوقت اللي فاتك مسابقه يا محمد قاعد يعطيكي انت جبتي له هذه خلاص هو من يوم شافها انا شايفه قاعد يعطيكي في معلومات اي فانت لا تنسي انه في مسابقه ايوه الوقت محدود شوي نقول لك هات الطبق ما اعرف ان شاء الله لحظات بسيطه تفصلنا في المسابقة اليوم وفي تسليم الأطباق للشيف عبد الصمد والشيف علي ها شيف خلصت الكشنة مساعد وطبقنا تشرب ولا باقي باقي شوي ممكن نخليه مكشوف شوي حتى البخار يطلع أحسن تقريبا طبقنا على وشك صح؟ ايه بس يبغلنا شوي يبغلنا شوي كشنتنا جاهزة طبقنا جاهز خلينا نشوف ام محمد ها يا شيف ام محمد تمام امورها بس ناقصه على الغرف تمام تبغى تشرب تبغى العجينه تشرب شوي كمان حلو بس على التقديم خلاص معناته خلينا نشوف معلومه مع نسيم معلومتنا الثانيه او موضوعنا الثاني الليمون الليمون فيتامين سي دائما بس اسمع كلمه ليمون حتى اذا جاني انفلونزا على طول بيجي ببالنا الليمون صح الليمون طالب السموم في الجسم معلومه مره يعني يقول لك اشرب كاس سم واشرب كاس الليمون بتختفي يا سلام الليمون مهم جدا اكلات حتى دسمه يعني يهضم الجسم الاكل تحسين بالراحه لما تاكلين تشربين العصير طبعا في اضافات له عصير ممكن اضيف عليه النعناع زي ما قلنا زنجبيل فريش وقبل ما نقول حاجه قبل النعناع مطهر
مطهر للفم، كذلك الليمون بعد مطهر للفم. صحيح. ايش رايك بالليمون الدافي نسيم؟ يعني في ناس بتستخدم انه بتشربه زي الشاهي بعد الاكل او كذا، بيضر المعده زي ما بيكون في تضاربات بالاقوال، ولا هو بيكون مفيد فعليا ولا ايش؟ والله ولا نستبعد انه نشربه حار؟ هو حار لا، تقريبا هو مع اضافات ثانيه، لان بعد اما نشربه الحار حاله صعبه، مو زي البرتقال هو حار من البرتقال، هو حار برتقال شوي، ممكن تضيف عليه مويه، ممكن تضيفين على شيء بسيط مثلا عسل يكون يعني يخفف من حموضة الزايدة. جميل. حلو. حلو، معلومات جميلة ومهمة جدا. أنا شايفة الأطباق بدأت تنغرف، يعني وصلنا إلى اللحظة الحاسمة. شيف أعد أعد، ما يحتاج أقول اسحبوا الأطباق. يلا شيف عبد الصمد نسحب طبقنا، شيف علي نسحب طبقنا. يلا استحط الكشنة عليه. يلا الأطباق تسحب. خلاص خلاص يا أم محمد. خلاص. طيب جميل جدا. خلاص خلاص يا أم محمد تسحب الأطباق. الشيف علي سحب الطبق، الشيف عبد الصمد. طيب لا لا يا شيف، أنا حاخذ هذه في الأخير. أنت اليوم متعاطف مع أم محمد. فلفل أسود، فلفل أسود لازم منه بس. يلا شوي بهارات خاصة هذه. وسحبت الأطباق، خلينا نشوف النتيجة بعد الفاصل. طبعا. طريقة التقديم والمدة المحددة واختيار نوع الطبق بعد الفاصل الأخير من أنتم والشيف. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين في اللحظة الحاسمة، لحظة النتيجة، لحظة الدرجات من لجنة الحكم. خليني أبدأ في نسيم. أنا شايفة نسيم حتتعب لأنه الأطباق متشابهة، بس لازم ناخذ درجات. الحيرة اليوم عندي أنا مو عندي شيء. أيوة صحيح. الأطباق متشابهة جدا بالمرة، يعني مرة يعني متشابهة. بس طريقة التقديم يعني حلوة يعني. طيب إذا حنحكم على الطبق كشكل، الطبق شكل زي ما قلت لك مو طبق شعبي، أعرف أني قاعدة أكل طبق شعبي، فصراحة زي ما قلت محير جدا، فما لي إلا أن أعطيهم العشرة كاملة. عشرة لأم محمد وعشرة لأم سعد من نسيم على اختيار الطبق السليم. شيف علي. والله أنا بالنسبة لي اثنين هم محيرين، بس أنا شايف هنا الخضار لو تلاحظ بشكل واحد يعني حجم واحد، والنكهه الاخيره البهارات اللي حطتها يعني هي الفاصل بعد الفطور. الرشه هذه أيوة اللي دائما نحب نشوفها. وهنا كمان نفس الشيء، يعني طبق كويس، بس انا حاسس انه هنا في لسه العجينه ما تشربت، هنا تلاحظ انها تشربت العجينه اكثر. فانا اتوقع انه هنا 10 وهنا 9. والفاصل الاخير زي ما قلنا بعد الفطور اللي هو التست الطعم. الطعم هو اكيد. شيف عبد الصمد بالنسبه كطبق مطازيز سعودي، انا من عندي اول شيء اقول 10 لام محمد و10 ليوم سعد. واقول للمشاهدين يعني يمكن تجربوا اي وصفه من الوصفتين هذه وعلى مسؤوليتي انا، حتكون ناجحه 100%. ضمانتي استخدم مكونات جميله، استخدم مكونات طازجه، الطبقين تقدمت كما طبق مطازيز سعودي على اصوله. يا سلام. اللي حيفصل انا معايا بس التست، يعني ما في تعليق اصلا على ما شاء الله الطبق مجمل نفسه مكمل نفسه وشيء جميل. يعطيكم يعني العافيه. عشرة. انتم عشرة. انتم اليوم يعني فرحتونا قبل الفطور، ويعطيكم العافيه. صحيح. ان شاء الله. صحيح. يعني هنا في درجه اقل بس لام سعد، معناته كذا حيكون الفاصل في الطعم مع الطعم، بس الى الان برضو في درجه زياده هنا عند ام محمد، يعني معناته ام محمد الى الان هي المتصدره، بس الطعم برضو حيكون الفاصل في الدرجات النهائيه. اكيد اشكرك ام محمد، كنت معانا كمان ام سعد، شكرا لكم في هذه الاطباق الجميله التراثيه الرائعه. كمان اشكر لجنه الحكم، يعطيكم الف عافيه. اعزائي المشاهدين بكذا نكون وصلنا الى ختام حلقتنا، نراكم غدا في مسابقه جديده وطبق من بلد جديده في برنامج انتم والشيف. نراكم غدا باذن الله، مع السلامه.